مشاهدونا ومشاهدي في الجول، اهلا بيكم ولقاء خاص جديد ضفنا فيه ضيف مميز كابتن عبد الباقي جبال. اول حاجه بنرحب بيك يا كابتن عبد الباقي. اهلا وسهلا فوزي، مبسوط اني مع حضرتك واتشرفت جدا باللقاء. قلت لي ان انت موجود مع وادي دجله من 2006 كلاعب، كمان قبل ما تكون كمدرب. انا عايزك تحكي لنا عن يعني الرحله دي بدات مع وادي دجله ازاي، وايه السر اللي خلى وادي دجله يتطور ويصل لان هو بعد كده يصل للدوري الممتاز ويبقى في الدوري الممتاز لسنوات طويله، بل ويتأهل كمان لنهائي كاس مصر احيانا والمشاركه قاريه في سنوات اخرى. ازاي جه التطور ده في مؤسسه وادي دجله؟ يمكن وادي دجله يعني هم بداوا من الاساس السليم، يعني حتى قبل ما يعملوا فريق اول يدخل منافسات، كان وادي دجله بدا باكاديميه قويه جدا كانت مرتبطه بنادي في الدوري الانجليزي، كان اكاديميه ارسنال. فهو كانوا من البدايه خالص وادي دجله رايحين للكره الحلوه، الكره الجماليه، الكره. فكان فده بدا، يعني احنا بدانا من الـ من الـ من الـ من النشأ. بعد كده اتعمل الفريق الاول سنه 2006، كان ليا الحظ ان انا كنت اول كابتن فرقه في تاريخ وادي دجله اول ما بدات كوره. من 2007 بقيت عضو في الجهاز الفني للفريق الاول، وبدانا منافسات، كنا لعبنا في الدرجه الثانيه، في 4 سنين ورا بعض صعدنا للدوري الممتاز. في خلالها بقى يعني انا اوريدي كنت خريج تربيه رياضيه. سنة قبل ما اكمل عايز اعرف، هو انت يعني كان اول سنه احترافيه ليك تلعب كوره ولا انت كنت تلعب في انديه ثانيه قبلها؟ لا دي كانت اخر سنه ليا. وقبلها بقى؟ قبلها لعبت، كان في جولدي في الدوري الممتاز، لعبت في طنطا، لعبت في ريزا سبور في تركيا، لعبت يعني كان دي اخر مرحله في الكوره في حياتي، كانت اخر سنه لعبتها في وادي دجله. وبعدها على طول من 2007 بدات، يمكن انا بدات صغير جدا، يعني انا يمكن جيلي حاليا الجيل اللي انا بدات معاه تدريب يمكن ان هم اكبر سابقيني مثلا ب 10 سنين، يعني في الفتره اللي انا بدات فيها تدريب كان كل الناس اللي بدات كان مثلا كابتن علي ماهر، المجموعه كابتن احمد ساق، يعني المجموعه اللي هم حاليا دلوقتي من الاسامي الكبيره في الدوري الممتاز، يمكن انا بدات معاهم وفي ناس بدات قبلهم كمان. يعني هم اكبر، يعني هم في فرق حوالي 10 سنين، بس انا بدات عندي تقريبا 27 28 سنه تدريب، اوريدي كان معايا كورسات وانا بلعب وكنت خريج تربيه رياضيه كمان، فده وفر لي وقت. فبدات على طول، كان كابتن علي ابو جريشه، وكان في دكتور سيد مصطفى الله يرحمه، وكان في كان وقتها كان كابتن شام زكريا مدير فني الفريق الاول، شافوا فيا ان انا اقدر ابقى موجود في الفريق الاول قريب من اللعيبه كلهم، كانوا زمايلي في منهم حتى كانوا اكبر مني في السن. بدات بقى الرحله في التدريب مع وادي دجله من 2007. في اوروبا دايما لما في بدايه كل موسم بيبقى الاداره بتحدد مع المدير الرياضي بتاع النادي ايه اهداف الموسم الحالي، احنا مثلا عايزين نكتسح البطولات، احنا عايزين نتاهل لدوري ابطال اوروبا، احنا سياستنا السنه دي مش ان احنا عايزين، او مش السنه دي، الفتره دي، عشان هي بتبقى في سياسه سنه بتبقى سنوات، احنا عايزين نكون مصدرين للنجوم مش جالبين للنجوم. هل بيحصل اجتماعات زي دي ما بين اداره وادي دجله وما بين فريق الكوره بيقولوا لكم انتوا هدفكم هذا الموسم هو ايه، ان احنا نتاهل قاريا مثلا زي ما حصل في فتره، ولا ان احنا مجرد نبقى او ما نبقاش، المهم ان احنا نقدم نجوم اللي نقدر نبيعهم فنجني من وراهم الاموال اللي خلانا نستثمر مره اخرى في صناعه الكوره، بيحصل دوت وبيتقال لكم ايه فيه؟ ده كان حاصل، وكان في برضو كان في يعني شخص كان عامل دور كبير جدا جدا في وادي دجله، وانا شايف ان يعني برضو عدم وجوده في وادي دجله اثر على مسيره النادي. ده كان كابتن علي ابو جريشه، كان يعتبر مكان يعني ما كانش في منصب، كان رئيس جهاز كوره بالظبط، بس هو اللي هو يعتبر في اوروبا زي المدير الرياضي. أيوة. يعني كان قايم بالدور ده في قطاع الناشئين، كان بيطلع لعيبه كتير من قطاع الناشئين، مهتم بقطاع الناشئين، في نفس الوقت عامل الوصل بين الفريق الاول، لانه كان مشرف الفريق الاول، وكان اللعيبة اللي بتيجي برضه من خلال كابتن علي ابو جريشه، وكان بيبقى ليه وجهه نظر في اللعيبه اللي بتيجي الفريق الاول. طبعا كان ده واضح جدا وكان في تكليف، يعني حتى المرحله بعد كالترون جه كابتن احمد حسام ميدو، كان فكر بقى الباشمهندس ماجد سامي ان احنا عايزين اللعبة دي متربيه على ستايل اوروبي مختلف الكوره، عايزين نلعب كوره مودرن، عايزين نلعب كوره فيها استحواذ، الكوره الجماليه، الكوره الهجوميه. فبدانا كانت الفكره ان جه كابتن ميدو عشان نطبق الكلام، وبرده مش هنعتمد كتير زي الاول على اللعبة اللي من بره، هيبقى اعتمادنا على اولاد النادي، وده فعلا حصل. طبعا ما بقاش ترتيب وادي دجله زي الاول، يعني طبيعي جدا في مرحله تغيير جلد، اعتماد على لعيبه ما عندهاش خبرات كتيره، يمكن يعني مثلا كان في وسط اللعبه دي بنلاقي ان في مثلا ممكن حسام عرفات، عبد المنعم اوسا في حراسه المرمى، لعيب او اتنين بس هم اللي عندهم خبرات تقدر تشيل الاولاد الصغيرين. وحصل بقى برضو نقله في وادي دجله مع وجود تاكس جولياس. يمكن كانت فلسفه اللعب اتبلورت شويه، في تحفظات عليه انا عارف، وحتى احنا كناس اللي كنا مساعدين معاه في تحفظات، لكن ما نقدرش ننكر ان الراجل عنده مدرسه، يعني عنده ستايل لعب، عنده جيم موديل زي ما بنقول كده واضح. ايه بقى التحفظات اللي ليكم عليه بانكم اشتغلتوا معاه؟
يعني ما فيش توازن دفاعي، معدل الاهداف اللي بيدخل فينا كان كبير جدا جدا. يعني احنا حتى اللي هو اشتغل في وادي دجله سيزون ونص بالظبط، يعني في موسم الاولاني حتى انا فاكر الارقام، يمكن الموسم الاولاني كنا احنا داخل فينا بعد ما نهينا الموسم كان داخل فينا ماينس 7. كان في برضو لو في فرقه الاول كان بيبقى فيه شويه في ريسك زياده قوي، يعني كان يعني الريسك عالي جدا، مع برضو في مشكله لو في فرقه بتلعب زون ما فيش حلول قويه، يعني كان ممكن تحس ان احنا وادي دجله بيمسك في وقت الناس كانت زهقت مننا. في استحواذ سلبي، بنلعب مع جول كتير، بنلعب في نص ملعبنا كتير، مفيش تهديد على المنافس كتير. يعني يطلع مثلا استحواذ ممكن معادين حاجه و70%، لكن الاكسبكتد جول رقم قليل جدا. فيمكن الحاجات دي الحمد لله حصل مكان اشتغلنا عليها بما اننا كنا معايشين ليه. يعني ده حصل تطور حتى في الفتره اللي انا مسكت فيها مع الجهاز اللي احنا اوريدي كانوا موجودين وقت مستر تاكس، حصل اختلاف كبير جدا. بقى في كره جماليه، في استحواذ، في ايجابيه، بنجيب اجوال بمعدل تهديفي عالي جدا، ما بيدخلش فينا اجوال كتيره، يعني اتعالجت فنيا تكتيكيا. لكن دي كانت اهم مرحله. برضو وادي دجله الناس واخداها كده من مرحله تاكس اللي بعدها ربطنا كلها ببعضها، دي مش حقيقه. لان احنا جالنا فيه 2 مدربين فنيين بعد فتره تاكس، حتى هو تاكس كانت نتائجه في اخر سيزون ما كانتش كويسه، عشان كده اتغير. يعني يمكن جاب 14 نقطه في دور كامل في السيزون اللي هو مشي منه. جالنا مدرب اوبروسي اسمه بابا فيسيليوس، قدر في السنه بتاعت كورونا قدر ان هو ابقانا في الدوري الممتاز، كمل الموسم اللي بعده. مشي بعد 7-8 مباريات، ما كانت النتائج سيئه جدا. جالنا ماريو سالاس استكمل الموسم، الاثنين على بعض كده لعبوا 23 مباراه. دي كانت المشكله الكبيره، دول فقدونا الهويه بتاعتهم. كان وادي دجله بالفرقه اللي متكونه باللعيبه اللي موجوده، كان في الجيم موديل بتاعها لازم تبقى كوره معانا، لازم كوره هجوميه، كوره فيها استحواذ، ده ما حصلش. يعني كانت طريقه لعبهم مختلفه طبعا. هل يعني طب هو ليه تم التعاقد معاهم؟ مش المفروض ان هو كان بتبنوا مدرسه لازم يكملوا عليها؟ هي الناس على الورق والسباب بتاعتهم قويه جدا، ممكن يكون في الفتره دي حصل ان كان كابتن علي ابو ريشه مش موجود. فممكن يكون برضو يعني انا ممكن يكون الاختيار فنيا يعني ما كانش قوي قوي، يعني كان يعني ما كانش في رؤيه فنيه كبيره. يعني غير ده اكيد ما دام النتيجه هي الهجوم، لكن هو كان على الورق والسيبيهات بتاع الراجل كورته هجوميه، الاثنين كورتهم هجوميه، بس في الواقع الجيم موديل مختلف، لان مش كل مدرب هجومي يبقى مدرب استحواذ، مش كل مدرب ياخد بطوله يبقى شرط ان هو يبقى بيلعب على الاستحواذ. والجيم موديل هو كان مناسب لوادي دجله اللي اللعيبه كانت اوريدي متاسسه عليه، واوريدي الفريق حتى تكوين عناصر الفرقه، العناصر من اللاعبين على الستايل ده. يعني ما كانش عندنا مثلا لعيب في نص ملعب 6 اللي هو الطويل اللي بياخد الكره، ما كناش كده. فلما جم يغيروا حصل لخبطه. عايز اعرف مثلا حاجه زي فلوراما لودا. فلوراما لودا ده جه مصر ومشي ومحدش في الاعلام اتكلم عن فترته، بحس ان هي حاجه منسيه كده. فاللي هو ليه جه مالودا واضاف ايه مالودا، وكنتوا بتتعاملوا معاه ازاي كواحد من النجوم والاساطير العالميه اللي لعب كاس عالم ونهائي كاس عالم ونهائي دوري ابطال اوروبا، وفجاه لقيناه بيلعب في الدوري المصري؟ يعني والله هو مالودا فعلا، يعني كل واحد بقى نجوميته بتعلى قوي ما بتحسش بده. يعني هو ما بيحسش بالفوارق، يعني راجل كنت انا حتى كنت بهزر معاه اقول له يعني انا الاحسن ولا مورينيو يعني انت يعني. فهو كان بسيط جدا جدا لدرجه ان انت ما تحسش ان هو فعلا الراجل ده اسطوره، خد كاس عالم ولعب مع اسامي، يعني ممكن لو شفناها هنتصور معاها. فطبعا لا يعني هو مالودا ما حسيناش بده، لكن فنيا اضاف طبعا. هو فنيا يمكن هو لعب نص سيزون شارك في 12 هدف، يمكن عمل 8 اسيست جاب 4 او عمل 9 اسيست جاب وجاب 3 اهداف، فرق معانا جدا. برده كان الهدف ان وادي دجله كان نادي برده يعني حته تسويقيه شويه، يعني هو ممكن هي للدوري المصري كله ان مالودا يبقى في الدوري المصري، دي تعالي من قيمه الدوري المصري كله طبعا. لكن برضه في وادي دجله لا، احنا وادي دجله برضه لان وادي دجله يعني شركات متعدده، فدي برضه كان جزء تسويقي لاسم وادي دجله، وفعلا قدروا يعني. ده بيوضح اللي هو اختلاف الاهداف وقتها عن في المرحله اللي بعدها. طبعا دي كانت مرحله وحصل بعدها الموضوع اختلف تماما. ما ده كان لحد المرحله بتاعت كالترون، كان ده وادي دجله توجهه حاجه، بعدها توجه تاني خالص. مالودا بقى انطباعه ايه عن الكره المصريه من خلال كلامه معاكم؟ والله راجل بروفيشنال جدا، يعني كان يعني هو كان ممكن واحد زي مالودا جاي بقى يعني بياخد يعني جاي بينهي حياته جاي يتفسح، لا ما شفناش ده. كان الراجل كان جايب في الفيزيو بتاعه اللي هو مدرب اللياقه والتاهيل بتاعه او المسؤول عن الحته عن الريكفري والفيتنس، ده كان موجود معاه في مصر. يعني هو ده متعاقد معاه، كان موجود معاه هنا، كان بيتمرن زي اصغر لعيب، وزي والله فعلا كانه لعيب عنده 20 سنه.
اهتم بتفاصيل تركيز 100%. يمكن حتى نقل الكلام ده للعيبه الصغار، وكان حتى عامل حاله يعني كنت ليدر في يعني فعلا، مش كان جاي مشتري دماغه وهو جاي بيفكر في نفسه وجاي، لا هو كان بيشتغل كانه هو لعيب صغير عايز يثبت وجوده. فطبعا دي نقل الاحترافيه دي كل اللعيبه من غير ما يتكلم، يعني حتى مجرد ان انا بشوفه بيجي قبل التمرين بقد ايه مهتم بالريكفري كل يوم، التلج السبا، فطبعا عمل حاله قويه جدا. احنا السنه دي احنا هنا خامس الدوري، كنا ممكن كنا قادرين نفنش يعني، يمكن احنا كان الخامس والرابع والثالث كنا متساويين في النقط، ويعني كنا ممكن سهل جدا كنا نبقى في بعد الاهلي والزمالك في السيزون ده. لو هروح بقى ليك انت بشكل شخصي، فانت كنت احد اسباب ظهور العديد من المواهب اللي هي بتميز الكره المصريه حاليا للنور على الساحه، يعني مثلا لو قلنا محمد شريف طبعا. محمد شريف تحديدا يمكن هو كان اول اللعيبه بالذات خط الهجوم اللي من ولاد النادي اللي يبقى يلعب ويبقى مؤثر في النادي. محمد شريف هو مواليد 95، فكان ما كانش معانا في الفريق الاول لظروف، برضو كان عندنا في الوقت ده دودو الجباس كان لعيب دولي كان في منتخب مصر في الوقت ده، كان عندنا حسام عرفات، كان عندنا ستانلي، كان عندنا اسامي قويه جدا في خط الهجوم. فهو كان ناشئ، بعد ما خلص مسابقه الناشئين بتاعته مسابقه 95 المفروض انه خلاص هيمشي. فجه كابتن علي ابو جريشه، وده الدور المهم جدا اللي كان كابتن علي ابو جريشه عامله في النادي، هو ليه الفضل في تقريبا كل اللعيبه دي اللي طلعت وادي دجله من ناشئين وادي دجله للفريق الاول. فجه كابتن علي ابو جريشه، كان وقتها كابتن حسام الصقر هو المتولي للفريق الاول، قال له احنا عايزين نظره للعيبه ديت بعين مختلفه عن مدربهم اللي اوريدي معاهم، اللي هو كان خلاص كان كتب تقرير ان الناس دي مش محتاجهم، ان الناس دي ما فيهمش حد ينفع للفريق الاول. فجي كابتن علي اقترح على كابتن حماده كده، كابتن حماده كلفني انا، وكنت كان في احمد فتح الله كان مساعد معانا، كان عندنا كابتن احمد حموده مدرب عام، وكنت انا وفتح الله مساعدين، وكان معانا احمد حافظ وقتها، كلفنا ان احنا نمرنهم. فنزلت مرتين في اول اسبوع، انا شفت لعيب متكامل عنده كل حاجه وفريق جدا. يمكن هو كان في ناس تانية برضو، لكن ممكن يعني كان في بسام وليد برضو كان الوقت ده اتصعد فريق اول، لكن كان اللي فارق قوي كان محمد شريف. قلت الكابتن حماده صدق الكلام ده، الراجل جابه مرنه معانا في الفريق الاول في نفس الاسبوع ده، شاركه مع ان احنا كنا فرقه قويه جدا وكنا ماشيين كويس جدا، كنا خامس الدوري يعني ما كناش محتاجين لعيبه، لكن هو شاف في حاجه بناء عن كلامنا معاه، وبقى بعد كده بقى شريف اهم عنصر في وادي دجله في السنين اللي بعدها. لكن كانت بدايته مع كابتن حماده صدقي، بعد كده مع كالترون، واتباع في الفتره بتاعت كابتن ميدو. احمد عاطف برضو نفس الكلام. انت احمد عاطف بقى كان اوريدي انا اشتغلت معاه، اشتغلت في سيزون 2017 2018 مدير فني لفرقه 21 سنه. فكان في الجيل ده كان في لعبه، كان هو كان في فرقتين ضموهم مع بعض 97 و98، كانوا فرقتين فضموا فرقه واحده، فاخترت افضل العناصر، كان من ضمنهم احمد عاطف، محمد محمود، احمد سعيد، كان في لعيبه حتى ثانيه كملت في انديه ثانيه زي فيليكس ده في بتروجيت حاليا، اسلام هشام في بتروجيت، هادي رياض في بتروجيت، في احمد حجي كان راح الاتحاد السكندري وحاليا في استر، في ابراهيم عايش، بسام وليد، محمود مرعي، ومحمد رضا، محمد رضا بوبو اصغر منهم بس كان بيطلع يلعب معايا. السنه دي احنا في الدوري الناشئين ده احنا خدنا ثاني جمهوريه بفرق نقطه عن الاول، واحنا اكتر فرقه تهديف واكتر فرقه واقل فرقه دخل فيها اجوال، يعني كنا عملنا سيزون قوي جدا مع ان الجيل ده غني جدا في كل فرق مصر، يعني في الاهلي الفتره كان منافس كان بيلعب وكانوا لعيبه اوريدي كبار، يعني كانوا اوريدي في منهم بيتمرن في الفريق الاول، احمد ياسر ريان مثلا في الاهلي، اكرم توفيق، احمد حمدي، هشام شعبان، جيل قوي جدا، السعداوي اللي هو في الجونه حاليا، كريم يحيى، يعني فرقه في الاهلي كان فرقه قويه، في الزمالك مثلا فتوح كان رزاق سيسي بيلعب حتى بيشارك في بعض الماتشات، عمر صلاح حارس المرمى، كاماتشو، ميسي اللي حاليا بتاع الاتحاد السكندري، يعني كان الجيل ده قوي جدا كان على كل مستوى انديه مصر. رغم كده الحمد لله قدرنا ناخد مركز تاني، وبقى اعتماد بقى ده الداعم الاساسي لوادي دجله في الدوري الممتاز. كل الناس كانت متوقعه ان وادي دجله يعني هو اغنى فريق في الدرجه الثانيه الاكثر صرفا يعني، وحتى كمان احتفظت بجزء كبير من نجوم الفريق، يعني مثلا لحد زي رفيق كابو اعتقد بدا معاكم الموسم، ولا رفيق؟ بس رفيق ما كانش معانا الموسم اللي قبله، يعني رفيق لو كان معار ورجع. بس كان في مشكله كبيره ان احنا خلصنا السيزون اللي هو بتاع الدوري الممتاز، اخر مباراه كانت يوم 29/8، الدوري الجديد كان هيبدا 1/10، فبالظبط 32 يوم. ال 32 يوم دول وادي دجله باع 22 لعيب مش استغنى عنهم، باعهم بفلوس، وده كان بسبب اخر 11 مباراه، ان طريقه اللعب وستايل اللعب ده الجيم موديل ده بيخلي بيبرز امكانيات اللعيبه، بيخلي اللعيبه بتنور وامكاناتها بتظهر، زي ما قلت حضرتك يعني احمد عاطف ما كانش بيلعب قبل كده بالظبط، ولما لعب جاب جول، محمد احمد شريف
كان بيشارك اللي هو راح فاركو، كان بيشارك على خفيف جدا، وحتى مشاركاته ما كانتش يبقى ملموسه، مش هتحس بيه. يمكن معاه جاب جول ضد الاهلي، جاب جول في المحله، صنع اكتر من جول، ليه فرص كتير جدا. ماتش سيراميكا مثلا ليه 3 اجوال محققين، يعني يمكن عامر يعني مع يعني الاجوال فرص اجوال يعني ما تتصدش، يعني من نوادر زي اللي نوير شالها كده في ماتش ايطاليا دي، حاجات كده فعلا والله. فمحمد رضا بوبو ظهر بشكل مختلف، محمد هلال برضو كان من الناس اللي كانت مصابين، ويمكن لعب معايا اخر 3 4 مباريات بس، وما كانش كامل يعني، كان بيلعب اوقات صغيره لان ما كانش فيت 100%. فبالك لما بعنا 22 لعيب ده اثر على تكوين الفريق السنه دي. دايما في الممتاز به الفرقه اللي بتحافظ على قوام وبتستمر اكتر وقت مع بعض او تستعد بدري هي اللي بتقدر تصعد. زي الداخليه السنه دي، فرقه الداخليه دي بتنافس على الصعود بقى لها 3 مواسم، قدروا يصعدوا السنه دي عشان في قوام. يمكن هم كلهم، كل الفرقه دي الدوري بتاعها خلص في شهر اخر شهر 4. كلهم بداوا، اللي بدا متاخر فيهم بدا في شهر في اخر 5 اول 6. انا بدات في نص 9. ففي فرق 3 شهور بين بدايتي وبدايتهم وانا ما عنديش لعيبه. اوريدي كان في كابتن ربيع ياسين في بتروجيت معاه فرقه فول تيم ومجهز، واشترى لعيبه جديده دعم كمان، كابتن سيد عيد نفس الكلام في الداخليه، كابتن اسماعيل يوسف في زد، كابتن هشام زكريا صعد مع الاتصال، كان صعد جابوا 22 لعيب من بدري وبداوا في شهر 6 اعداد. كل المنافسين ترسانه كابتن طارق السيد بدا من بدري وكون فرقه، امير كابتن امير عزمي مجاهد كان بدا مع السكه وجاب لهم فرقه قويه جدا وعمل فرقه كويسه جدا. انا طبعا جيت ما بقى ما كانش فيه اوريدي لعيبه في السوق، وانا برده مش بشتري لعيبه بنفس ارقام الدوري الممتاز. احنا بعنا لعيبه لكن احنا برده الميزانيه اختلفت طبعا في الدوري الممتاز غير تحت طبعا، وما كانش عندي اوبشن ان انا اشتري لعيبه، يعني كنت بدور على لعيبه الفري. فان انت بعد ما الفرقه دي كلها اتكونت 3 مجموعات، قاهره وبحري والقاهره وبحري والصعيد، كونوا فرق، فاللعيبه الموجوده قليله جدا. انا سبت 22 لعيب، جبت 11 لعيب من ضمنهم لعيبه اللي رجعتها زي احمد حسن زي رفيق كابو، دول كانوا اعراض فرجعناهم. فبالتالي ما لحقناش نستعد كويس. رغم كده انا نهي الدور الاولاني بيني وبين الفريق الاول 4 نقط، وكانت الامور قريبه جدا يعني، رغم طبعا فرق الاستعداد، لكن كان اللي عمل الفجوه ان احنا يمكن في اول 6 مباريات ضاع مننا حوالي 9 نقط او 9 او 7 نقط، يعني ضيعنا نقط كتيره في البدايه. وده كان طبعا لقله الاعداد، كان في يعني كان في لعيبه انا جبناها بعد الاسبوع الثالث، يعني انا جبت 11 لعيب، من ضمن ال 11 لعيب دول منهم ناس جت مش بعد الموسم ابتدى، يعني في اللي بداوا يشاركوا معاك من الاسبوع الخامس ومن الاسبوع الرابع. انت اشتغلت مع كارترون وحماده صدقي وتاكيد جونياس، ايه الفارق بين الثلاثه؟ لا هو نقدر نصنف تاكيس في منطقه لوحده، يعني هو راجل بغض النظر برضو انا بعيد تاني ممكن في عليه تحفظات، بس انا بتكلم على الجيم موديل. الجيم موديل ده مش معناه ان هو مدرب كويس او مدرب وحش. ايوه هو ده بدايه التصنيف، ان انا بصنف ده كورته ايه وده كورته ايه. كويس او وحش بقى هنرجع لها، يعني مثلا مورينيو ما نقدرش نصنفه ان هو الجيم موديل بتاعه مثلا هو بتاع استحواذ وكره هجوميه، لكن راجل خد بطولات ولا ما خدش بطولات، مدرب كبير ولا مش مدرب كبير جدا طبعا، وبيحصل مقارنات بينه وبين جوارديولا اللي هو من مدرسه كرويه وجيم موديل مختلف تماما. فاللي انا عايز اقوله بقى ان تاكس جيم موديل هجومي استحواذ، بيعتمد على البيلد اب، بيعتمد على الكوره الشورت باسز، ده تاكس. كالترون لا، مدرسه كرويه مختلفه. ده راجل مدرب تصنيفه يبقى مدرب دفاعي، مدرب بتاع ترانزيشن، بيعتمد على التحولات. على التحولات مش على الاستحواذ، مش على ان هو يخلق فرص بالكوره والكوره، وما بيعتمدش، ما فيش بيلد اب عنده. ما فيش بيلد اب، ممكن يبدا من الكوره من نص ملعب المنافس، ياخد الكوره الثانيه او يلعب على راس الحربه التارجت، او حتى لو مش تارجت ممكن يودي الكوره نص ملعب الثاني لو عنده لعيب 10 كويس مع لعيبه نص ملعب، وممكن برده يدور على راس حربه بيلعب في المساحات اكتر. يمكن المدرب الهجومي اكتر مدرب هجومي بشكل واضح كان جه وادي دجله، كان تاكس. كابتن حماده اكتر واحد كان متوازن، يعني كابتن حماده بيحب الكره الجماليه، بيحب الاستحواذ، منظم جدا برده اعتماده على الحته الدفاعيه، بيقدر يستخدم التحولات كويس جدا. كابتن حماده اكتر حد متوازن. كابتن هاني رمزي برده كان اعتماده على التنظيم الدفاعي الجيد جدا والتحولات. برضه كابتن هاني رمزي كان معاه كواليتي من اللعيبه ما كانش اقوى حاجه في الوقت ده، لان كان عندنا فرقه كامله في بلجيكا، راحوا طيرنا كلنا، رحنا وقت الثوره، رحنا بقى استقف نشاط طبعا. وكابتن فلما رجع الدوري جه كابتن هاني مع اللعيبه اللي كان متاح. كنت بتتكلم دلوقتي عن الاختلافات ما بين حماده صدقي وبين دياتريس كارترون وما بين تاكي جونياس ومدارس مختلفه. هو كون ان المدرب عنده مدرسه بينتمي ليها ده يميزه عن المدرب التاني؟ يعني مثلا هو أليكس فيركسون ملوش مدرسه تدريبيه، يعني
مدرسة واضحة بينتمي ليها ومتحيز تماما ليها زي بيب جوارديولا وجوزي مورينيو لو انت قارنت ما بين الاثنين، ومع ذلك قد يصنفه البعض المدرب الانجح في التاريخ نظرا لاستمراريته في النجاح مش لكثرة انجازاته مقارنة مثلا بمورينيو او سيميوني او بيب جوارديولا. فهل كون ان هو بس عنده مدرسة بينتمي ليها بغض النظر هو بيعرف يعملها ولا لا؟ يبقى مثلا في زيمن في ايطاليا لو تعرفوا، زيمن مدرب طبعا تشيكي كان بيدرب روما وكان على طول بيخلي السنترة يوقف ال11 لاعب على السنتر، بس بعدين بيعمل ايه؟ ما هو بيخسر. فهو الانتماء لمدرسه معينه ده ما اعتقدش ان هو بيميزك. لا طبعا طبعا، ما انا بقول هو احنا بس بتصنفه الجيم موديل بتاعته ايه، لكن برضو لا السير أليكس فيرغسون تقدر تقول ان هو راجل عنده جيم موديل هجومي، وبرضو الكره اختلفت من جوه الاول، يعني كان هو 4-4-2 واثنين سترايكر او يعني او 4 بعد كده ممكن 4-2-3، بس هو كان اكتر 4-4-2 لحد اخر اخر كام موسم بس اللي بدا يغير. لكن ده راجل مصنفه كرته هجوميه، ممكن تبقى كره هجوميه باللعب شويه المباشر بالاعتماد على الكورس. برده خلي بالك الكره اخر 10 مواسم اتغيرت تماما، طب زي تماماً. ما كل اتغير كل 10 سنين بالزبط. يعني يبقى في، لكن هنقدر نصنفه لا ليه تصنيف طبعا. التصنيف مش معناه النجاح، لكن مبدئيا ان انا اقدر اقيمك ان انت اقدر اصنفك انت ايه. لكن انت في مدربين مثلا ممكن تتفرج عليهم ما تعرفش هو مدرب هجومي ولا دفاعي ولا هو عايز ايه ولا 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 ملوش جيم موديل، ما تقدرش اصلا تقيمه تصنفه عشان تقيمه في المرحله اللي بعدها. زي ما قلنا مورينيو وجوارديولا ده تقدر، ده ليه جيم موديل وده ليه جيم موديل، صح ده ناجح بالظبط وده ناجح، بس ممكن يكون انا بالنسبه لي جوارديولا انجح او ناجح قوي. ممكن يكون ماي برده في حته برده مش عايزين نغفلها، ان الناس الكوره برده دي سلعه ترفيهيه تعتبر، صح بتتسوق على كده، انا بدفع تيكت عشان اروح اتفرج عشان اتبسط في التلفزيون، بقعد عشان اتبسط، فبرده حته المتعه مش عايزين نغفلها. بس خلي بالك ما هو في ناس، يعني انا مثلا بحب اشجع ايطاليا، يعني انا كنت بزهق من برشلونه مع بيب جوارديولا وهم بكوره معاهم على طول، ده ممتع مش ممتع بالنسبه لي، يعني انا بستمتع كنت باداء مورينيو مع انتر الدفاعي والروح اكتر ما بستمتع من جوارديولا مع برشلونه اللي هو الجماليات. بسال السؤال ده ليه اصلا، بقول التعليق ده ليه؟ عشان دايما تصنيف ان هو ايه، احنا عايزين نرجع الكوره الحلوه لمنتخب مصر، وكان هو الاساس ان انا عايز العب كوره حلوه مش ان انا عايز انجح. بس هو انا برضو اسف، يعني احنا يعني امتى في مصر عندنا كره حلوه غير مع كابتن حسن شحاته بس كده؟ وانا اسف برضو ان كانت بالصدفه، يعني ما كانش لها تخطيط، يعني ما حدش اتاسس على الكره الحلوه دي. ممكن صدفه ان هو كان هو مدربهم كابتن حسن شحاته، راجل بيحب الكره الهجوميه، هو من نفسه كده حد كده فرد بيحب الكره الهجوميه، معاه لعيبه عندها كواليتي عاليه، زيدان ابو تريك لعيبه، كان حازم امام قبلهم بشويه معاهم احمد، يعني لعيبه عندها قدرات فرديه، احمد عبد الملك لعيبه كتير ما عندهم المهارات الفرديه. لكن برضه ما تقدرش تقول ان الفتره دي منتخب مصر كان بيلعب كره جوارديولا مثلا، اللي هي لعبه التموضعي ان احنا متمركزين والكره بتدور بيننا، لا هو كان كل لعيب ممكن يبقى عنده حل فردي، حاجه حلول فرديه اتحطت كلها اتشبكت مع بعضها. رغم كده احنا مش كل الماتشات كنا متفوقين فيها على المنافسين، لو رجعت لبطوله 2010 احنا كل الماتشات احنا مش 2006 حتى اللي في مصر احنا كل الماتشات مش احنا الاحسن، عشان المفروض انت تبقى الاوقع مش تبقى الاحسن. انا معاك 100%، بس انا اللي اقصده ان احنا عايزين الاول لازم المدرب بيبقى جايبه ما اكتشفوش هو شغال معايا، ابقى انا اصلا جاي انا عارف هو تصنيفه ايه، ايوه بالاول متصنف انا عايز ايه في مصر، عايز العب كره هجوميه اجيب بقى الناس المصنفه في الكره الهجوميه دي، اجيب بقى الناس اللي ناجحه اللي قادره تعملها. مش مجرد ان هو تصنيفه مدرب هجومي، ومدرب هجومي برضه ليها كذا تصنيف، ليها الجيم موديل بتاعته ايه، استحواذ ولا لعب مباشر. فايلر ده راجل هجومي ولا مش هجومي؟ حقق انا حاجه قويه جدا مع النادي الاهلي، وهو ايه، هو اللي طلب يمشي هو اللي مشي، بس لعبه مباشر. يعني راجل اوقات كتير جدا بيعتمد على 4-4-2، بيعتمد على اللعب المباشر، مش شرط يبني، ما كانش بيبني مع النادي الاهلي، مش بيبدا بيلد اب ولا بتاع، بيبدا من نص ملعب تاني. ده راجل مدرب هجومي، لكن تصنيفه مش جمالي قوي. مثلا موسيماني في بداياته مع الاهلي كان حاول مدرب هجومي، بس كان بيحاول يعملها بالبيلد اب، بعد كده ما بانلوش ان هو عنده هويه او عنده جيم موديل ثابت. حتى غير بعد كده بدا 4-2-3-1، بعد كده 4-3-3، بعد كده 3-4-3، رجع 4-2-3-1 تاني، فما كانش متمسك بحاجه. انا بالنسبه لي مش متصنف قوي يعني، لكن حته ان احنا نختار للكره المصريه انهي شكل لازم كله يمشي عليه. ما ينفعش اجيب بقى مدرب المنتخب الاول جيم موديل بتاعته بتاع استحواذ، واجيب اللي تحته راجل جيم موديل دفاعي الاول. هل احنا عندنا حد بيعرف يقيم الكلام ده؟ ما هو انا بقى عايزك تعلق لي على الترتيب ده، ان انت تجيب
هيكتور كوبر اله الكره الدفاعيه طبعا. انت بقى مستني منه كره حلوه ازاي؟ وبعدين تمشيه فتجيب مين؟ فتجيب خافير اجيري علشان السكسي فوتبول. فلو طب انت محتاج انت ايه مدرستك؟ أيوة انت عايز تجيب على اساس ايه؟ صح. وفي نفس الوقت ده تلاقي مثلا كابتن شوقي غريب بيلعب 5-3-2 او 3-4-3 مثلا بشكلها الدفاعي مع المنتخب الاولمبي. فانت طبعا كده الدنيا مش انت مش عارف انت عايز ايه. كيروش هو راجل احنا بنفكر نجيبه تاني، هو راجل كورته دفاعيه بحته برضه، راجل بتاع تحولات وكاونتر اتاك. انت مستني هو مش قصه ان هو يحفظ اللعيبه او ياخد وقته، هو لو قعد 30 سنه هي دي طريقته ممكن يكسب بيها، ممكن يجيب لك بطولات بيها، وارد يقدر يعمل طبعًا. كده طبعا وارد، لكن عملها قبل كده مع ناس كتير. عمره ما يلعب كره حلو، عمره مش هيلعب كره ممتعه. انا هبدا في 3-4-3 اللي استنى بستخدمه فيها بدايه كل الاوجه. يعني هنا مثلا بدايه ضربه المرجول كيك مثلا ببدا ازاي؟ هنا بيبقى عندي معين دايما، انا بشغل على المعينات. هنا في معين بين اربعه، حارس المرمى، السنتر باك الرايت، السنتر باك اليمين، السنتر باك الشمال، السنتر باك اللي في القلب. الاثنين فول باكس دول بيلعبوا في الوايد في المساحات اللي بره، دول بيبقوا في الهاف سبيسز. دول الاثنين 6-8 و10 الاثنين لعيبه نص ملعب بالارتكاز بيبقوا في السنتر. 7 اللي هو الوينج رايت بخليه في الهاف سبيس، ده في الهاف سبيس وده في السنتر. يبقى انا عندي لعيبه عندها اماكن تمركزات ثابته. ده في البيلد اب بتاعي لما باجي، سواء بقى هنا بيختلف شكل التراب الكوره حسب المنافس. لو المنافس بيلعب ب 4-4-2، لو بيجي بيلعب 4-3-3، لو هيلعب عليا مان تو مان، كل شكل من ده ليه طريقه خروج بالكوره. كل الكلام ده طبعا بنمرنه على اللعيب. لكن هنا انا عندي هنا معين في الجنب ده زائد حارس المرمى زائد الراجل ده زياده هنا. طيب في الاوبن اللعب المفتوح بقى، لما بعد ما طلعت بالكوره، لو هنفترض ان الكره بادئه من هنا، فول باكس عندي بيبقوا فاتحين لبره 7 و11 هنا، سنتر باكين برضو في الهاف سبيس، اوقات ممكن يبقى لهم مساحه بره حسب الكوره. لو الكوره في الجنب اليمين الراجل الباك رايت شويه بينزل، الراجل ده يبقى هنا، ده الارتكاز دوت تحت شويه عشان يدي للراجل دوت، ده الباص بنسميه الفار دياجونال. ده دايما بيبقى الباص ده مفتوح، دايما بيبقى مفتوح. انا عندي هنا هتلاقي في التنظيم ده اللعبه دي، ده لعبه تمركز، ده احنا كل واحد عنده مساحات واقفين فيها، الكره اللي بتدور بيننا. الراجل دوت ممكن بيزق شويه اللي هو لعيب سنتر باك، السنتر باك اللي في القلب، لحد ما الراجل دوت ممكن يتحرك، فده بياخد مكانه. نبقى كده 9، اوقات كثيره جدا هو اللي بسقطه، بخلي 7 و11 هم اللي فوق. الراجل العكسي الباك العكسي هو اللي بيبقى موجود برده عالي. هنا انا بقى عندي معين مظبوط، وعندي حل هنا كمان، وعندي الفار الراجل رقم 6 السنتر باك اللي في القلب، وعندي الفار دياجونال ده. تمام. انا لو مش قادر اعمل هنا اوفرلود زياده عدديه واخترق هنا باللعيبه دي، بيبقى اوريدي عند الجنب الثاني متمركزين، محدش يروح في مكان بره مكانه، عشان لو اقدر لو اتقفلت حتى لو اعمل باص لتحت هنا او هنا حتى، وابدا العب مع الراجل دوت، بقى عندي نفس المعين ده اللي بينزل شويه، ده بيزق شويه، ده بيبقى هنا، ده بيجي هنا، بقى عندي المعين اتعكس تاني. لو انت بصيت على التمركز بتاعي الاساسي وانا بادئ، هتلاقي عندي 4 معينات او 3 معينات. بعد ما طلعت بالكوره ادي معين، ده معين، والراجل دوت بيميل على اللعبه هنا ويبقى نازل لتحت شويه اللي هو رقم 9 اللي عشان كده بنسميه راس الحربه الوهمي. عشان كده دايما بستخدم ده لعيب نص ملعب، كنت دايما بستخدم في وادي دجله مثلا محمد هلال، محمد رضا، على الرغم ان انا كان عندي في صلاح امين وفي، بس كنت بستخدمهم ك7 و11 مش 9. عندي معين كمان تاني بين الاثنين اللي في السنتر 8 و10 مع 9 مع 6، معين ثالث تاني، والجنب اللي هناك نفس المعين. انا دايما الطريقه دي بتعمل لي المساحات كلها، بتعمل لي انتشار عرضي اللي هو بنسميه الاتساع او الدبس، والعمق هجومي ممكن دايما ممكن بيبقى اكتر ب7 و11. طبعا بيبقى في حاجات بقى فيها حسب المنافس بيقابلنا ازاي، بقى في تحركات وارد جدا، ده اللي ينزل يستلم بين الخطوط وده اللي يقطع دايما حسب الجنب اللي الكره فيه. لو الكره في الجنب ده ببقى دايما زي الراجل العكسي، الباك العكسي هو اللي فوق والباك اللي ناحيته الكوره هو اللي بينزل شويه عشان يخلق مساحه او نفضي مساحه
للراجل دوت ما يبقاش في تكتل عشان ما خليش الفرقه اللي قدامي تبقى واقفه بستة لعيبه. لان في معظم بالذات الفرقه اللي بتلعب مان تو مان برضو حسب الفرقه اللي قدامي بتلعب ازاي. لو الفرقه اللي قدامي بتلعب مان تو مان وانا جيت طلعت ده هنا وسبعه هنا وتسعه هنا وده هنا, لو مان تو مان دايما كل الفرقه اللي بتلعب مان تو مان هتلاقي عندها لعيب كمان زياده. فبقيت انا هنا الخمسه دول واقف معاهم ستة, فانا قفلت المساحات على نفسي. انا لازم بخلي ده قادرين نخترق في المساحه تمام, مش قادرين بندور الكوره وبنروح على الجانب العكس. طب لو الراجل ده زاد بالكوره ده بيطلع معاه ده بيمشي معاه خلاص بقى دوت بقى اعتبرته السنتر باك اليمين ده مثلا خلاص بقى كانه الباك رايت اللي بنسميه الديب لاينج بلاي ميكر. يعني ده صانع الالعاب الخفي او يعني اللي مستخبي او اللي من بعيد, صانع العاب من بعيد هو ده كده. عشان كده لازم السنتر باكين يبقوا لعيبه كوره ولازم ابقى مديهم مهام. لو انا مش قادر العب هنا لما بدي ادخل بقى في الثلث الاخير بديلهم انا حلول بتبقى دايما انا بصنفها في اربع حاجات. في حاجه اسمها سيرد مان ران, في اب باك ثرو, في اوفرلود. اوفرلود وبخترق بيه على طول. اوفرلود ده بيجي مثلا هنا زياده عدديه ممكن اوفرلود دوت يبقى بعمل اوفرلاب او اندرلاب اوفرلود طبيعي. في ممكن بعمل اوفرلود هنا علشان اعمل ايزوليت للفرقه واعكس وابقى بلعب من الجنب العكسي. يعني ده الراجل السنتر باك, دول الاثنين اللي في السنتر, ده راس الحربه, ده الهاف الوينج العكسي, ده الباك العكسي. دايما بخليه فوق عشان يبقى عندي هنا زياده عدديه بالاثنين دول لما نعكس الكوره. فهنا انا لو رحت لحد هنا وهنا الدنيا مقفوله بقى عندي اوفرلود بكام, ده سبعة الوينج رايت, ده الباك رايت, ده راس الحربه, ده لعيب السنتر اللي هنا, ده رقم ستة, ده السنتر باك. بقى هنا اوريدي الفرقه لو بتلعب زون هترحل, لو بتلعب مان تو مان هتلاقي كل دول معاهم واحد زائد واحد زياده على الاقل. طب لو انا قدرت ادور الكره هنا والعب هنا او العب هنا, انا جمعت الفرقه هنا عملت باصات كتيره باصات كتيره باصات كتيره ونقلت اللعب عشان انا اللعب في الناس دي اللي دي بقى فكره او فلسفه اللعب اللي هي قايمه على ان الناس ديت عندهم تمركزات ما بيطلعوش منها. يعني مش لما دوت لما الكره تبقى هنا يقوم ده رايح هنا او لا, دي لعبه اسمها تموضعي. كل حد عنده مساحات محدده والكره هي اللي بتدور بيننا. الكره بتدور بيننا بانتشار جيد بعمل باصات فيها دقه, فبالتالي بختار مساحات صغيره للباص. حتى لما باجي اعكس الملعب ما بخليش الراجل ده هو اللي يعمل الكره القطريه, لان لو ده عمل الكره القطريه في زمن كتير قوي على ما الكره بتاخد المساحه دي كلها يبقى في زمن كتير قوي لرد فعل المنافس. فيبقى انا بجيبها من هنا ممكن تتعمل من الهاف سبيس للهاف سبيس عشان اقلل الزمن ده, اقلل رد فعل, بحاول اقلل بعمل باصات صغيره عشان اقلل رد فعل المنافس. طيب في حاله بقى دوت في حاله الهجوم في حاله فقدان الكوره ايه بقى هتدافع ازاي كثلاثه اربعه؟ انا اوريدي لما طلعت بالكوره هتلاقي معظم نص الفرقه كلها في نص الملعب ده. الاستحواذ لو مش مرتبط بالضغط العالي واسترداد الكره باقل زمن يبقى انت كده بتنتحر. انا عندي هنا كثافه عاديه لازم بحاول اجيب الكره باسرع وقت ممكن. حتى ضربات المرمى, حتى انا الكلام ده انا عندي نماذج من ماتش الاهلي وماتش الزمالك ماتشات مع الفرق الكبيره انا منعتهم من ضربه المرمى ان هم يحاولوا يعرفوا يبداوا من ضربه المرمى. ولما حد حاول يبدا يعني ممكن اول ماتش ليا ضد النادي المصري احنا جبنا جول في الثانيه حاجه و30 بضغط عالي ضد النادي المصري وجبناها جول احمد عاطف احرزها جول. السنه دي في الممتاز بيه يمكن اكتر من 7 8 اهداف من ضغط عالي مباشر باخطاء من السنتر باك او الحارس المرمى بتاع الفرقه المنافسه من الضغط العالي. فهنا طبعا بمجرد ما بخسر الكوره انا اوريدي اوقات كتيره بيبقى حتى اخر لعيبه عندي بعد خط نص الملعب, فيبقى عندي كثافه عدديه هنا. دايما انا من الناس اللي بختار ان انا بحط لعيب على لعيب في الضغط العالي. في ناس ممكن بحط بيخلي رقم 9 هو اللي بيوجه الهجمه وبحيث ان يبقى عنده لعيب او اتنين لعيبه زياده تحت. انا لا ما عنديش مشكله بخلي ممكن الزياده في الجانب العكسي, بخلي الباك يطلع على الباك. يعني الباك يطلع يقابل الباك الوينج عندي الوينجين غالبا بيطلعوا معظم الحالات بخليهم يطلعوا على السنتر باكين الوينجين بتوعي. رقم 9 اللي هو اصلا انا دايما بختار لعيب مواصفات لعيب نص ملعب بينزل مع الميد فيلدر او صانع الالعاب او اللعيب نص ملعب ارتكاز نص ملعب بتاع المنافس دايما بواحد منهم. وهنا في العمق بيبقى عندي بحاول اقفل عمق الملعب كله حتى في ضربه المرمى. يعني لو هنفترض مثلا ضربه مرمى للمنافس بخلي 7 و11 هنا الراجل ده هنا, لو بيلعبوا باثنين بزق واحد من 8 او 10 يبقى مع الارتكاز الثاني بيبقى تقريبا هنا بخليها شبه مان تو مان شبه مان تو مان. وهنا في نص الملعب بخلي فيه الخمسه دول واقفين هنا, دول بيبقوا جاهزين للباكين
اوقات زي مثلا في كنت عامل في نموذج في ماتش الاهلي، الاهلي دايما كان بيلعب مع سنتر باك بيحاول يطلعوا على علي معلول، فانا خليت هنا الباك رايت قريب شويه لعلي معلول، وقفت هنا 4، الاهلي بيلعب 4 2 3 1، كان في ماتش بيلعب 4 2 3 1، كان في هنا قفشه، كان احمد سعيد مكلف بيه، هنا صلاح امين كان واخد حمدي فتحي راس الارتكاز، ديانج كان بيبقى معاه عبد العاطي مقرب منه، هنا دول واخدين الاثنين سنتر باكات، الوينجين بتوع مع السنتر باكين، الباك ليفت واقف مع الاربعه اللي ورا عشان لو اتعمل الطوله في ظهرنا يبقى احنا عندنا زياده عدديه. هنا في الاهلي عنده وينج، عنده راس حربه، عنده لعيبه 10 بياخدوا اللي هو قفشه، وهنا الوينج العكس كان كهربا، وهنا حسين الشحات، وهنا شريف، وهنا قفشه، فكان عندي لعيب زياده. طيب هنا احنا شايفين الكوره، احنا مانعينهم من الباص الصغيره، لو لعب للسنتر باك ده الراجل ده بيروح يقفل خط الباص لبره الاول على معلول، وبخلي هنا بسام او الراجل باك رايت بتاعي بيروح يضغط، فبجبره ان هو يا يلعب طويله يا يلعب على الباك العكسي، لكن وهي حتى برضو وهي لو الراجل ده عمل له باك باص للجول بخلي الوينج العكسي بيبقى رايح مستنيه. فدايما عملوها واحده اتلعبت هنا السنتر باك لعبها مباشره خدناها، الباقي كله بقى يلعب مباشر، بيلعب مباشر، انا عندي زياده عدديه هنا. طب لو حاب يلعب مع 2 و3 الراجل ده عنده وقت يروح، لو لعب هنا اوريدي الراجل ده قريب، فببقى دايما انا عايز اخد الكره من اول بعد باصه بعد باصتين 5-6 ثواني بكتير جدا ابقى خدتها، ضربه المرمى دايما بقدر اخدها، والكلام ده انا بشرحه الطبيعي ان الفرق المنافسين اللي بتلاعبني تبقى عارفه اللي انا بقوله ده، يبقوا شايفينه، لكن في تريكات وفي تفاصيل حسب بقى يعني طبعا يعني الشكل العام او الجيم موديل باين، لكن في تفاصيل طبعا مش هحرق يعني ما بتتحرقش، يعني ينفع اجدد في الكلام ده كله، يعني انت بتتفرج على جوارديولا احنا عارفين هو بيعمل ايه، انا بتفرج على الاهلي عارف الاهلي بيطلع ازاي، بتفرج على ليفربول بقى عارف هو بيطلع ازاي، لكن طبعا في خلال الماتش بيبقى فيه حاجات تفاصيل اكتر من كده كمان بتبان. ده بالنسبه لضربه المرمى. في اللعب المفتوح نفس الفكره، لكن لو الكوره هنا مع السنتر باك ده الراجل ده بيروح له السنتر الوينج العكسي بتاعي بيدخل جوه الملعب بياخد حد من الفيلدرز بنرحل كلنا بطلع الباك يقابل الباك حسب الجنب اللي فيه الكوره، بنمنع اهم حاجه بس ان احنا بنمنع الكوره تروح الجنب العكسي، يبقى يعني في لعيبه هنا وظيفتها ان هي تبقى زي حائط صد كده او قافله خطوط باص. دلوقتي القصه في الدفاع برده ما بقاش بس ان انا بلعب مان تو مان او بلعب زون، لا انا لازم اقفل مسارات الكوره، اقفل خطوط باص، اطلع لعيبه، يبقى ممكن لعيب واحد يقفل خط باص على اثنين، يقفل خط باص على لعيب ويروح يضغط على لعيب ثاني، يبقى كانه خلق موقف واحد على واحد، او اثنين لعيبه يخلقوا موقف اثنين على اثنين حتى لو ضدهم ثلاثه لعيبه، ده بقفل خطوط الباص، وده يمكن حاجات يعني حاجات جديده. انت يعني مثلا كان فيرمينيو مع كلوب مثلا كنت دايما بتلاقيه بيدافع على رقم على لعيب الارتكاز بتاع الفرقه المنافسه بتاعه قدامه مش من وراه زي الاول، يعني كنا دايما نقول لا كود الراجل في صدر لا ما بقاش مش شرط ممكن بقفل عليه خط الباص خلاص بطلعه بره اللعب، بحيث ان هو لو اتلعبت للجول بيروح يقفل يضغط على حارس المرمى. ده يعني تقريبا كده شكل عام طريقه 3 4 3.